مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام وين ما كنتوا، وحياكم الله في أسبوع جديد من برنامج الرأي، وإن شاء الله من خلال فقراتنا أن احنا نحوز على رضاكم ونكون مثل ما وعدناكم في أول موسم وأول حلقة، نكون حلقة الوصل بينكم وبين مختلف الجهات في البلد. مساك الله بالخير بسام، ومساكم الله بالخير مشاهدينا. أول ما نبدأ فيه اليوم من فقراتنا هو خبر يعد انتصار للبحرين على كل من يحاول أنه يبث سمومه وأفكاره المتطرفة الإرهابية الطائفية. مثل ما قريته وأن بريطانيا صنفت مؤخراً ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا وعد الله وسرايا الله الإسلامية وسرايا الإمام المهدي وسرايا المختار وسرايا الحيدرية وسرايا الإمام كمنظمات إرهابية، وهذه بسام يعد اعتراف دولي باللي كانت تعاني منه البحرين، والحمد لله تجاوزته بفضل من الله وفضل جهود المخلصين. وحتى لو يدي الاعتراف متأخر لكن هو ضربة أكدت على مصداقية أجهزتنا الأمنية وكل الإجراءات اللي اتخذتها في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار. بالتأكيد البحرين كل يوم تنتصر على الإرهاب، وهذه التنظيمات اللي ذكرتها رقية يعني ومن تبعها أيضا بغير إحسان لابد وأن يتم مواجهة عناصرها، والدول والأنظمة اللي توقف وراها لابد أن يتم مواجهتهم بشكل رادع، وخصوصا رأس حربة الإرهاب إيران، لأن ما شفنا منهم خير ولأنهم مفاتيح للشر، ومو بس أثروا على أمننا واستقرارنا، أثروا على المنطقة ككل. لذلك دول مثل أمريكا وبريطانيا أدرجوا وصنفوا هالتنظيمات ضمن القوائم الإرهابية، لأنهم استشعروا خطرهم وعرفوا أجندتهم الإرهابية في القتل والتدمير والتشريد، واللي بالطبع ما عادت خفية بعد اليوم. ومع هالنجاح للدبلوماسية البحرينية أكيد راح يعود بالنفع مو بس على البحرين بل على المنطقة ككل. لذلك جزيل الشكر وعظيم الامتنان للي يشتغل للبحرين وعشان البحرين واللي يحمي البحرين سواء داخل البحرين أو خارج البحرين، والله يعم علينا الأمن والأمان في أرجاء وطننا العربي إن شاء الله. نشوف معاكم عناوين فقرة اليوم. في حلقتنا الليلة بنناقش بسبب وقوعها بين إجازتين رسميتين، إجازة الشورى الأحد القادم تثير الرأي العام، تأثير الخلافات الأسرية على سلوك الطلبة، بحرينية تتحدى الرجال بالعمل في ورشة للسيارات، خبر أثار الرأي العام. ألغى مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الأحد الجاي واللي كان من المقرر أنه ينعقد في 31 الشهر. سبب إلغاء الجلسة هو طلب بعض أعضاء المجلس إلغاء الجلسة كونها بتصير بين إجازتين رسميتين، وهما الإجازة الأسبوعية يوم السبت والأثنين واللي صادف يوم رأس السنة. مثل ذي الخبر طبعا لابد أنه يكون له ردود فعل، طول ما إحنا في البحرين مو بمطبق عندنا ذي النظام. الأسئلة اللي انطرحت، ليش مجلس الشورى ما يطالب للمواطنين بعد مثل هالنوع من الإجازات؟ ليش مجلس الشورى عطل جدول أعماله وما تمسك بالأعضاء اللي راح يتواجدون عشان يكملون نقاشاتهم؟ وهل يعتبر مثل هالنوع من الإجازات عرف جديد ممكن يطبق في البحرين على الوزارات والهيئات الحكومية؟ أو أنه حالياً متاح للجهات الخاصة اللي ما تعتبر ضمن نطاق ديوان الخدمة المدنية؟ بصراحة تساؤلات كثيرة تدور في ذهن الناس، راح نجاوب على بعضها من خلال الاتصال الهاتفي مع سعادة الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ عبد الجليل إبراهيم الطريف. مساك الله بالخير. الله يمسيكم بالخير، يا أهلا وسهلا، حياكم الله. طبعا سعادة الأمين العام أكيد اطلعتوا على ردود فعل الناس بعد قرار إجازة الشورى يوم الأحد القادم. نبي نوضح للناس أسباب هذا التأجيل، خاصة وأن أنتم كنتم من فترة قريبة مصرحين أن هناك قلة في المواد والقوانين المرحلة إليكم من قبل مجلس النواب. نعم، أولا اسمحي لي أن أحيي تلفزيون البحرين أولا، وكذلك متابعي ومشاهدي تلفزيون البحرين، وأحيي القائمين على هذا البرنامج الناجح.
بالنسبة إلى عملية التأجيل في الواقع هو معالي الرئيس الأستاذ علي بن صالح الصالح تلقى طلب من عدد من أعضاء المجلس يطلبون في تأجيل عقد الجلسة الأسبوعية. كما تعلمون الجلسة الأسبوعية تعقد يوم الأحد، فطلبوا على أساس أنها تؤجل الجلسة القادمة اللي صادفت أو بتصادف عقدها في 31 ديسمبر اللي هو واقع بين إجازتين. وفي الواقع أن معالي الرئيس دائما يعني يستشير المجلس في مجمل الأمور، رغم أن النظام والقانون يجيز لمعالي الرئيس تأجيل الجلسة، ولكن معالي في الواقع يعني طرح الموضوع في جلسة هذا اليوم الأحد على المجلس، ويعني أبلغ المجلس بأن هناك بعض الأعضاء طلبوا التأجيل، فبالإمكان تأجيل الجلسة إلى يعني يوم آخر خلال الأسبوع القادم أو تأجيلها إلى الأحد اللي بعده. يعني نقدر نقول أن سبب التأجيل ليس لأن بيكون الاجتماع ما بين يومين في الإجازة مثل ما تم تداوله، وإنما كان يعني بمشورة من قبل الأعضاء واتفقتوا على أن يكون الأسبوع الجاي. هذه بالضبط اللي صار. نعم. ولم يكن هناك يعني كلام لا من قريب ولا من بعيد عن موضوع اسمه إجازة أبدا إطلاقا. نعم. إنما هناك مجرد تأجيل للجلسة، فتم التصويت على هذا الاقتراح واتفق على أساس عقد الجلسة أو ترحيل جدول الأعمال لجلسة 31 ديسمبر إلى جلسة الأحد 7 يناير القادم. نعم. وبالتالي ليس هناك يعني أي إجازات أو شيء من هذا القبيل إطلاقا، وإنما هناك تأجيل، وسبق وأن صار يعني شيء مشابه لعملية التأجيل خلال دور النقاط الحالي والأدوار السابقة أيضا. نعم. هذا شيء يعني معمول في المجلس بموجب النظام وبموجب القانون. طيب سعادة الأمين العام، يعني ما تعتقد أن هذا الإلغاء والترحيل قد يسبب نوع من الإرباك للعمل التشريعي والبرلماني؟ لا أعتقد أنه سيسبب يعني أي إرباك أو أي تأجيل أو أي يعني تأخير لأي مواضيع، لأن المجلس في الواقع حريص على أساس أنه يناقش دائما مجمل الموضوعات التي تنتهي منها اللجان، فهو يناقش أولا بأول كل التقارير المرفوعة من لجان المجلس المختلفة. وكما تعلمون بأن لجان المجلس مجلس الشورى تعمل باستمرار على إنجاز أي مشروع من المشاريع التي تحال إلى هذه اللجان وفي الوقت المناسب، وبالتالي فليس هناك أي عرقلة لأي موضوع من المواضيع، وليس هناك تأثير على عملية التأجيل. نعم. وتأكدوا تماما أنه ليس هناك أبدا يعني تفكير في أن يكون أو تكون هناك إجازات عندما يقع يوم بين إجازتين. نعم. كل هذه يعني الأمور التي أثيرت في الواقع لم تخطر أبدا على بال مجلس الشورى. هي لم تخطر يمكن على بال مجلس الشورى، ولكن خطرت على ذكر أو على بال المواطنين اللي كانوا يتابعون طبعا خبر التأجيل، ويعني هذا اللي كان يخلينا ممكن احنا نسأل يعني سعادتكم ونقول ان مثل هذا الإجراء ممكن يؤسس مستقبلا لعرف جديد من الممكن ان تسير عليه بعض المؤسسات التشريعية والحكومية في البحرين، يعني خاصة بخصوص الإجازات اللي تكون ما بين يومين إجازة. لكن بعد توضيحكم اتوقع ان يمكن هذا السؤال يمكن ما نقدر نحن نسأله. اي نعم، ولذلك يعني أحب أن أطمئن بأن المجلس يعني سيعمل يوم الأحد القادم
بكامل طاقته، سواء كان فيما يتعلق باللجان، لجان المجلس اللي يعني تتكون من أصحاب السعادة الأعضاء، إضافة إلى أن الأمانة العامة تعمل إن شاء الله بكل طاقتها وبشكل اعتيادي. وتأكدوا تماما، يعني نرجو أن يطمئن الإخوة المواطنون جميعا إلى أن مجلس الشورى يعني لا يبتكر لنفسه يعني أنظمة وقوانين تتعلق بالجانب الدوام أو مشاكل بالنسبة إلى هذا الموضوع. إحنا نسير تماما ونتسق في هذا المجال مع ما تسير عليه الدولة. دوامنا يبدأ تماما كبقية وزارات ومؤسسات الدولة، والإجازاتنا تماما أيضا مشابهة إلى إجازات الدولة. فتأكدوا تماما أنه ليس هناك تفكير أبدا بأن تكون هناك إجازات خاصة بمجلس الشورى، وأحب نطمئن الجميع إلى هذه النقطة. شكرا جزيلا سعادة الأمين العام على هذا التوضيح. وطبعا نشكر سعادة الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ عبد الجليل إبراهيم الطريف على هذا التوضيح، ومثل ما ذكر لنا وأكد لنا أن الموضوع ليس كما تم تداوله، ولكن كانت له حيثيات أخرى تم توضيحها من خلال هذا الاتصال. نكرر شكرنا طبعا لسعادة الأمين العام، ولازلنا مواصلين معكم مشاهدينا فقراتنا لحلقة اليوم، والحين ننقل مع زميلي بسام. شكرا رقية. مشاهدينا، لازال برنامج الرأي وراح يبقى يستقبل شكاويكم ويأخذها على محمل الجد. وإحنا أمس وصلتنا الأمانة شكوى على شكل عريضة موقعة من مجموعة من الناس عددهم أكثر من 250 شخص، وهالمجموعة بينهم بحرينيين وعرب وأجانب، يشتكون من توسع الحظائر والمسالخ في منطقة الهملة اللي هو مجمع 1014، وهالأمر حسب شكوتهم بدأ يأثر على حياتهم اليومية بسبة الروايح وغيرها. وعلى كلامهم صاروا ما يقعدون في البيت، ولو صكوا الدرايش والبيبان توصلهم الريحة لي داخل البيت، واللي من شدتها وقوتها تفززهم حتى من نومهم. هذه على حد وصفهم، وهذه طبعا الأمر اللي خلاهم يطقون أبواب الإعلام والصحافة، وكذلك باب بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي، لكنهم ما حصلوا أي نتيجة. الحين مشاهدين الكرام راح نعرض لكم تقرير وصلنا مع العريضة، وصلنا باكج كامل الأمانة. نشكر اللي أرسل لنا الفيديو، ومن واجبنا نعرض هذا الفيديو لأنها شكوى حقيقية ومشكلة موجودة على أرض الواقع. وبعد ما تواصلنا مع بلدية المنطقة الشمالية قالوا لنا أن الموضوع مو صوبنا، هو صوب إدارة الثروة الحيوانية. قبل لا نكمل نشوف معاكم الفيديو ونرجع. كما ترون هذا هو الشارع الداخلي الجانبي لمسلخ الهملة. تجدون هنا الحظائر على الجهة اليمنى، وتجدون أيضا المناطق السكنية والكومباوندات على الجهة اليسرى، وأيضا قد تشاهدون خط أنابيب تكرار مياه الصرف. يوجد مساحة ما بين المناطق السكنية والمسلخ. الذي استجد مؤخرا أن هذه الأراضي الفاصلة أصبحت تستغل في بناء حظائر جديدة كما ترون، وهذا يضيق بل يقضي على وجود مناطق فاصلة ما بين الحظائر والمساكن، وبالتالي تفاقمت بل ستتفاقم مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة والموجودة بالأصل، كما سيزيد من انتشار الحشرات والذباب في المنطقة، حيث أصبحت المواشي بعد هذه التوسعات أكثر قربا ولا يفصلنا عنها سوى ما بين 20 إلى 25 متر فقط. هذه اللي شفناه يعني مقطع بسيط من الفيديو اللي صوره أحد الأخوة اللي يعني هما من أصحاب الشكاوي. مثل ما شفتوا في هذا المقطع البسيط صور لنا أجزاء معينة من المنطقة اللي هو ساكن فيها، صور الحظائر وصور المجمع السكني. وإحنا حسب ما عرفنا أن أهالي المجمع السكني المعني تواصلوا مع الجهات المختصة وقالوا لهم أن هالحظائر موجودة من قبل لا ينبني المجمع السكني. ومثل ما ذكر بعد أيضا اللي أرسل لنا الفيديو، ذكر لنا عبر الهاتف
أن الحظائر والمسالخ بدأت تتوسع بدون أي رقابة، وهذا الشيء اللي أثر على حياتهم. ومن الكلام اللي وصلنا من أصحاب الشكاوي نفسهم أن المسلخ وبعض الحظائر غير مرخصة، وبعضها رخصوا لهم في وقت معين في شهر رمضان اللي طاف، لكنهم تموا في مكانهم وقاعدين يتوسعون مع الوقت. عموماً احنا ما بنطول في هذا الموضوع أكثر، كل اللي سويناه ان احنا تواصلنا مع شؤون الزراعة كونها الإدارة المعنية في إدارة الثروة الحيوانية والحظائر، وعدونا الأمانة وعدونا ان باكر راح يكونون معانا عشان يردون على هذه التساؤلات وعلى هذه القضية ويوضحون وجهة نظرهم. احنا بننتظرهم ان شاء الله في برنامجنا لين ما يتم التواصل معاهم باكر ان شاء الله. والحين عاد ناخذ فاصل معاكم ونرجع نكمل باقي مواضيعنا. تابعون بعد الفاصل. تأثير الخلافات الأسرية على سلوك الطلبة. حياكم الله من جديد. دائما ما نتكلم عن تأثير العنف داخل المدارس على الطلبة والأطفال منهم خصوصا، ولكن تأثير عنف أولياء الأمور أو العنف الأسري على الطلبة ما قد تطرقنا له في برنامجنا من قبل، ولا حتى يمكن في الصحافة تطرقت حق الموضوع، لأن أغلب اللي نقراه إلى اليوم يتكلم عن اعتداء مدرس على طالب أو العكس. ولما بحثنا في الموضوع اكتشفنا أن في ضعف كبير في دراسات في البحرين وتكاد تكون معدومة في هذا الجانب تحديدا. المشكلة يا بسام مو في مبدأ العنف نفسه، احنا نبي نتكلم عن اللي يصير داخل البيوت بين أولياء الأمور، اللي قاعد يصير خلافات مشادات بين الأم والأبو يسمعها ويتأثر فيها العيال، اللي يمكنه بدون ما نقصد نأذي عيالنا ونأذيهم، واللي مع الأسف هالنوع من العنف عادة ما يكون يعني ظاهر بالنسبة حق المشرفين والأخصائيين ولا المدرسين، وما يقدرون يكتشفونه إلا بخبرتهم أو من عقب ما ينزل مستواهم الدراسي، أو حتى ممكن يوصلون لمرحلة العزلة من المجتمع الدراسي وغيرها من الأمور. والمشكلة الأكبر أن العنف يزيد في ذي الوقت، هالوقت يا بسام وقت الامتحانات الدراسية أو حتى من بعد ظهور النتائج، ومع الأسف تكون آثارها السلبية على الطالب ممكن يمتد لشهور وحتى ممكن بسام لسنوات. كل هذه الأعراض بنناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو، أخصائية علم النفس الاجتماعي الدكتورة بنا أبو زبون واختصاص الخدمة الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم الأستاذة فاطمة النشمي. حياكم الله معنا. يا هلا وسهلا، يعطيكم العافية. حياكم الله معنا دكتورة بنا والأستاذة الكريمة، حياكم معنا في الاستوديو. موضوع لا شك أنه مهم ويهم الأهالي، والأهالي حاليا قاعدين يسمعوننا، وإحنا بعد بنحدد في الموضوع الجزئية ممكن المسايميات تكثر رقية. صحيح. إحنا بعد نتكلم عن المشكلات العائلية والمشكلات الأسرية اللي تأثر على حياة الطالب وعلى تحصيله العلمي في المدرسة، لكن قبل ذي كله، قبل أسئلتنا لكم، إحنا عندنا بعض الإحصائيات بنقراها، يعني خلنا نستعرض معاكم إحصائيات جدا مهمة ولكنها بسيطة. بنتكلم عن طبعا العنف الأسري وتأثيره على الأطفال، وأظهرت الدراسات في بعض الدول العربية أن 70% من الأطفال يتعرضون للعنف يكونون داخل أسرهم، وبينت أن 70% من الآباء اللي يعتدون على نسائهم يعتدون على الأطفال، وبينت الدراسات كذلك أن 30% إلى 40% من الأطفال اللي تراجع مستواهم الدراسي كان بسبب العنف الأسري. يعني دكتورة بنا، هذه الإحصائيات بالرغم من أنها إحصائيات يمكن كبيرة في عددها 70% و 30% و 50%، إحصائيات ونسب خطيرة بالنسبة لمجتمع مثل المجتمع البحريني أو أي مجتمع آخر يمارس فيه العنف الأسري، لكن إحنا خلينا نتكلم عن البحرين. هل في دراسات في البحرين يعني حول تأثير العنف الأسري على الأطفال؟ طبعا أشكركم على تسليط الضوء على هذه الظاهرة اللي اليوم أصبحت ظاهرة عالمية، والقضاء عليها من أهم خلينا نقول مسؤوليات كل قطاعات المجتمع المختلفة. كدراسات موجودة لتأثير العنف الأسري على الأطفال، نعم في دراسات. يمكن أول دراسة أنا عملتها سنة 2000 في البحرين، ونزلناها ككتاب 2005، ودرسنا
ظاهرة العنف الأسري خاصة تأثيرها على الأطفال، خاصة لما يكون الخلاف بين الزوج والزوجة، الشجار أو الطلاق يعتبر كعنف، أو الخصام بين الزوجين وتأثيرهم على الأطفال. وجدنا أن الغالبية العظمى من الحالات اللي فيها عنف أسري التأثير فوق 90% يكون على الطفل. هذا مش كلام نظري، هذا كلام عملي. والدليل يعني لو أخذت أنت طفل، الأم والأبو في شجار طول الليل، معروف الأب مثلا خلينا نقول عنيف، أو الأم أنا ما قاعدة أروح باتجاه ضد الآخر، تخيل هالصراخ اللي يكون بالليل، هذا الطفل اللي بينام يقدر ينام بالليل؟ أكيد طبعا. يروح المدرسة، وهذه حالات موجودة عندنا، يروح المدرسة في الصبح تراسه نايم ما يقدر يركز، أول شيء خوف، ما يعرف بيرجع البيت من بيشوف في البيت. صحيح. رقم اثنين القدرة على التركيز ضاعت، حتى لو عنده ذكي يريد يركز ما عنده القدرة، فيبتلون الأطفال هذين تظهر عليهم أعراض كثيرة. ولكن اللي أنا أحب أقوله لما نتكلم عن العنف الأسري أتكلم عنه كنسب، في فرق لما أتكلم عنه كخطورة ودرجة حادة من العنف الأسري. الموجود عندنا إحنا في البحرين موجود ظاهرة العنف الأسري هي الحالات الطبيعية اللي يعني يعتمد على تعريفك أنت حق العنف. لما أقول تعريفي حق العنف يجب أن لا أنسى قضية التعريف اللي لا علاقة بالثقافة. يعني إحنا ثقافتنا الخليجية لو أخذت أنا التعريف العالمي للعنف الأسري معناته كل سلوك يقوم فيه الآباء ضد عيالهم يعتبر عنف. معناته ما في طفل في البحرين ما تعنف، خلينا نكون واقعيين. اللي قاعد يصير أن أولياء الأمور نوع من أنواع التربية أو تعديل السلوك، يستخدمون أسلوب الضرب، يستخدمون الصراخ، الشتم، وكثير من الآباء يقول لك إذ أنا ما تربيت إلا على العصا. هذا كثير من الآباء. ففي فرق بين ضرب التأديب وضرب التعنيف والتعذيب، فلذلك احنا نقول في خط فاصل. فالعنف الأسري كحالات موجودة في البحرين عندنا لا تزيد عن، خلينا نقول اللي طلعت عندنا في الدراسات اللي عملناها، 29% من المسح اللي سويناه. لو أخذتي بدول أخرى يمكن العدد يكون أكثر، أكبر. ولكن برد أقول أنا هل جميع حالات العنف الأسري مسجلة ورسمية؟ أكيد لا. اللي وراء الأبواب خلينا نقول أعداد كبيرة. الفرق اللي قاعد يصير في مدى تعريفنا إحنا للعنف الأسري. كل زوج صرخ على زوجته هل عنف؟ كل زوج صرخ على ابنه. يعني أنت تروحون السوبر ماركت وتشوفون تعامل الأباء مع العيال. أنا أريد أركز على هذه النقطة، هل دائما الأب هو اللي عنف الولد؟ لو في عندي شيء آخر قاعد يصير، اللي قاعد يصير اللي ربي الأم والأبو اليوم العيال، العيال مخذين أكثر وقت من أوقات عيالهم. خلينا نكون واقعيين بعد، إحنا اللي الأوامر والنواهي في داخل البيت على رقبة الولد. اليوم الأبو لو بيشتري شيء يتجرأ يشتري له شيء بدون ما يأخذ رأي ولده؟ ففي حقائق تغيرت الآن عندنا في الوقت، ولكن كعنف وكتأثير على سلوك الطفل شيء طبيعي، راح يكون ترسبات نفسية، ترسبات اجتماعية، واللي أدهى من هذا في حياة المستقبلية بكرة راح تكون تعامله مع أبناء إيش راح تكون؟ راح يكون فيه صحيح. عنف. نعم. لأن هذا الشيء اللي شافه أمام عينه. إحنا خلنا نأخذ رأي أستاذة فاطمة في الموضوع. يعني هو يعني لو نحدد بس هذه يعني هذه المحور اللي انت تكلمت فيه دكتورة، بأن الطفل إذا كان طالما هو عرضة للخلافات الأسرية إذن هو معرض للعنف 100%. ولذلك أستاذة عايشة أو عفوا أستاذة فاطمة عفوا، شلون احنا نتعرف على الطفل المعرض للعنف؟ انتم شلون تعرفون عليه كذلك في المدارس وفي مدارس اللي هي تبع وزارة التربية والتعليم؟ شلون نتعرف على الطفل المعرض للعنف؟ في البداية أحب أشكركم على تحت هذه الفرصة. بالنسبة للطفل اللي يتعرض للعنف لابد أن تطلع عليه علامات معينة. على سبيل المثال ممكن علامات جسدية تطلع عليه، طبعا هذه في الحالات القصوى. ممكن علامات نفسية، يتراجع سلوكه، يتراجع رغبته في التعلم. ممكن تبدو عليه علامات الانطواء أو فجأة يتغير سلوكه من سلوك سوي إلى سلوك عنيف على سبيل المثال. فهذه العلامات أول من يلاحظها المعلمين، هم الأكثر التصاقاً بالطلاب. ففي حالة أن أي معلم، وفي توجيهات واضحة، في حالة أي معلم شك بتعرض أي طالب إلى عنف أسري أو حتى عنف من زملائه، ممكن أنه هو على طول يتوجه إلى إدارة المدرسة، قسم الإرشاد الاجتماعي في المدرسة، ويعني يوضح لهم ذي الموضوع بحيث أنهم يتخذون الإجراءات الباقية.
يعني أستاذة فاطمة، الكلام اللي تقولينه حضرتك هذا يخلي أيضا أن هناك دور كبير أيضا من قبل وزارة التربية متمثلة في جميع الطاقم اللي موجود في المدرسة، أنهم أيضا بعد يكون عندهم نوع من خلينا نقول دقة الملاحظة والمراقبة على هؤلاء الأطفال طبعًا. خاصة خلينا نقول يمكن الصغار في السن اللي ما يقدرون أنهم يعبرون بالشكل الصحيح طبعًا. عن مثلا شكل العنف اللي يصير. لكن دكتورة بنا السؤال الحين، لما هذه الطفل المعنف أو هذه الطالب وهو معنف في البيت من قبل أهله أي نوع كان من أنواع العنف، تأثيرا دراسيا عليه على مستواه الدراسي على سلوكياته هو كطالب داخل مدرسة؟ شوفي أختي، أول مؤشر يظهر لنا واضح على تأثير أي مشكلة يعاني منها الطفل هو التحصيل الأكاديمي. التحصيل الأكاديمي محتاج إلى تركيز، محتاج إلى فهم، محتاج الإنسان يكون باله يعني صافي عشان يركز. فإحنا المؤشرات اللي عندنا بشكل أساسي نأخذها إحنا في التحصيل الأكاديمي. لذلك التحصيل الأكاديمي نشوفه إحنا واضح في مرحلتين. المرحلة الأولى بداية المراهقة، نعرف إن إحنا طلاب المراهقة من حالة كان طفل مستقر إلى حالة من الزوابع والعواصف النفسية، وبدي يصير ريال وبدأ تصير مرأة وصير خلافات. فأول يعني مرآة تعكس لنا يكون عندنا التحصيل الأكاديمي. رقم اثنين يبتدي عندنا العنف السلوكي. الطفل لما يشوف العنف شيء طبيعي راح يتبعه في أسلوبه. فتلاحظين في عنف مدرسي طلاب على بعضهم بعض، استخدام الكلمات النابية مو وين بيجيبها لو ما كان يسمعها في البيت. صح. مد اليد على الطفل الثاني ما ياخذ دوره، يتلفظ على المدرسين، يتلفظ على زملائه، أو في طريقة أخرى تلاحظين الطفل هذا لما يرتفع معدل العنف اللي تعرض له في احتمال أنه يؤذي نفسه. تأذية النفس تكون بطرق مختلفة، قد يحاول مثلا يعني يحاول محاولات انتحار، هذه في الحالات المتطرفة. بشكل أساسي أنه يفقد الشهية لأنه بتبتدي عليهم أعراض خلينا نقول اكتئاب، هذه الحالات المتطرفة. ولكن بصفة عامة أغلب الحالات اللي عندنا اللي يعانون عيالهم الوالدين من الاضطرابات بسبب المشاكل، أول شيء عندنا التحصيل الأكاديمي. التناحي اللي بعده هو العدوان. العدوان بشكل فظيع جدا، تلاحظ الأم في داخل البيت انه يبتدي الأخو يضرب اخته، مش الضرب العادي بين الاخوان والخوات، الضرب المبرح اللي يعني في قهر، في انتقام بشكل اساسي. هذا وين بيودي؟ بيودي في المدرسة، في تكسير حتى الممتلكات الخاصة في المدرسة، بيحاول يكسر الكراسي، بيحاول يضرب زملائه، يعني بيبتدي يستخدم الفاظ مش كويسة على المدرسين. تلاحظين الطفل من وين يتعلم؟ هل عيالنا يتعلمون بالتوجيه والإرشاد، أو يتعلم الطفل الصغير عن طريق المحاكاة والتقليد؟ المحاكاة والتقليد، يشوف الصورة أمامه كيف الأم تكلم زوجها، كيف الأم تكلم الطفل، بتناديه بأي كلمة يا فلان، كلمات مش حلوة وتصرخ عليه، نفس الكلمة بيرددها نفسه. ولذلك في أمهات يجون يشتكون أن ولدي عقب ما دخل المدرسة بدت عنده ألفاظ مش كويسة، لما دخل ابن المدرسة بدي يمد إيده، لما دخل ابن المدرسة. هذه أمور طبيعية مش من المدرسة، وين جابها؟ جابها من البيت، من الأمهات والآباء. فنلاحظ أن فعلا العنف اللي قاعد يصير داخل البيوت. ونتنسون نقطة وايد مهمة جدا، البعض يفتكر أن هذا النوع من العنف لو انتهى بالطلاق انتهى الأمر. اللي عندنا قضية أكبر من كذي، الطلاق بداية العنف وليس نهاية العنف. فتلاحظينهم الأم تأخذ عيالها وين توديهم؟ المحكمة. يعني أنا كذا مرة شفت في المحكمة الأم صاحبة ثلاثة أربعة، اللي بمرضعته واللي حفاظة تبدلها ثلاثة أربعة، وتضرب زوجها أمام القاضي. هذه المناظر هل هذه يعني كويسة على الطفل؟ مستحيل هي تنسي من ذاكرة الطفل. زين دكتورة، هاي يقودني حق سؤال ثاني، هل أولياء الأمور مدركين أنه هما السبب؟ يعني من عقب المدارس ما في أولياء أمور كثير لما تشوفينهم، وانت يمكن تشوفين من كثر الحالات دائما يقولون ان المدارس هي السبب ان التدريس و الى اخره، لكن هل هم ما يتعون ان هم بعد لهم يعني دور كبير في هذا السلوك العدواني؟ شوفي يعني انا ما الومهم، لان الام في دوامة العنف اللي تعيش فيه. انت لو تشوفين الام اللي تتعرض حق العنف او الاب اللي تعرض حق العنف، ترى ما يعرفون والله حطهم، يعني يعيشون في دوامة سريعة جدا، ما تعرف شنو تاكل وش تشرب. فتين واحدة ضايعة عقلها ضايع،
هذا رقم واحد. رقم اثنين، في عندنا عنف آخر يتعرضون لعيالنا إحنا، حتى بالنسبة حق العنف المدرسي. أي طفل معدل انخفض عن المعدل الطبيعي الإخوان، يعني المقارنة بين الإخوان، والأم قاعدة تتعرض حق العنف من زوجها، بتحط حرة النتيجة المنخفضة في وين؟ في عيالها. فعندنا كثير من الأمهات، يعني أنا عندي أحد الأطفال الأم الدرسة من المدرسة إلى 11 بالليل، هذا عنف يعني شوية ويكسر عقله. أنا بس أودي أنوه قبل أن ندخل في الأمثلة، وأكيد نبي نسمع منك العديد من الحالات، لأن هذه الحالات بالتأكيد راح نأخذ منها دروس وعبر في فقرتنا اليوم. لكن بنوه مشاهدينا الكرام أنه بإمكانكم الاتصال والمشاركة معنا في هذه الفقرة، واللي عنده حالة واللي عنده يعني اللي حاب يتداخل في هذا الموضوع حياه الله، وهذا رقم التلفون موجود على الشاشة. أنا فهمت من كلامك دكتور أن يعني المدرسة هي بمثابة، خلينا نقول يعني لما يدخل الطالب المدرسة هي بتكون يعني مثل ما نقول يعني متنفس، يطلع منه متنفس، وفي نفس الوقت أنا أقدر أعرف الحالات من خلال المدرسة، لأن بلا شك أن أكيد أن المدرسين والمشرفين اللي موجودين في المدرسة يعني عندهم المواصفات وعندهم القدرة أنهم يطلعون هذا النوع من الحالات. وهذا سؤالي طبعا لك أستاذة فاطمة، يعني هل هناك مواصفات معينة لازم يتمتع فيها المدرس للتعرف على هذه الحالات؟ طبعا المدرسين مؤهلين تربويا عند وزارة التربية والتعليم، وزيادة على تأهيلهم التربوي يلتحقون بدورات وورش عمل على مدار العام الدراسي. يعني ما أعتقد أن في مدرس ما مر أو معلم ما مر بمثل هذه الدورات، وحتى الطاقم الإداري، إضافة إلى المختصين بالإرشاد الاجتماعي في المدارس، اختصاصي الإرشاد الاجتماعي في المدارس. طبعا تأهيلهم يعني في المقام الأول يصب في اللي هو خدمة الفات، خدمة الطالب اللي هو العميل عندنا في المدرسة، إضافة إلى الدورات المستمرة ورش العمل المستمرة. عندنا مركز في وزارة التربية والتعليم، مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي للطلبة، مهمة الأساسية بالإضافة إلى يعني دراسة حالات الطلبة، تقديم العلاج في ضوء إمكانيات الوزارة، تأهيل أيضا القائمين على هذه الأمور في المدارس. نعم. يعني طيب أستاذة فاطمة، الحين إحنا خلينا نقول شفنا حالة، أنا مثلا كمشرف اجتماعي أو كمدرس لاحظت أن في حالة عندي عند بعض الطلبة، طيب أنا كمدرسة شنو الإجراءات اللي بتخذها تجاه هذا الطفل المعنف أو اللي تم اكتشاف أنه في عنده حالة؟ حتى الطفل ما يروح من نفسه. بالضبط، إحنا نعرف أطفالنا يعني ما يروح من نفسه يقول والله أنا عندي شكوى، أصلا هو ما يعرف أساسا أن أنا أحمل هذه المشكلة، يتكتم على الحالة اللي هو فيه لأنه يحس أنه صعب أن أطفالنا. صحيح. طيب هو بالنسبة حق هذه نوع من الحالات، إذا تمت ملاحظتها من قبل معلم، من قبل أي شخص يعمل داخل المدرسة، راح تحول على طول إلى اللي هو الاختصاص الاجتماعي أو اختصاص الإرشاد الاجتماعي في المدارس. اختصاص الإرشاد الاجتماعي بأقصى سرعة ممكنة يرفع الحالة إلى الجهة المعنية في وزارة التربية والتعليم، سواء كانت الإدارة التعليمية أو اللي هو مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي بإدارة الخدمات الطلابية. الإجراء الذي لذلك بأقصى سرعة، راح تشكل لجنة من مجموعة أخصائيين نفسيين تنزل إلى الحالة نفسها داخل المدرسة. طبعا من حالة إلى حالة هناك اختلاف، يعني قد بعض الحالات نكتفي مثلا مقابلات الطالب ولي الأمر، بعض الحالات لا تحتاج إلى أكثر من ذلك. الإجراء المتبع أولا نتم طبعا مقابلة الإدارة، إدارة المدرسة، تم مقابلة الطالب نفسه، تم مقابلة ولي الأمر. في استجابة أستاذة فاطمة؟ في استجابة. في استجابة. يعني يكون في تعاون فيما بينهم وبينكم؟ نعم في استجابة، ولكن أقدر أقول لك اختلاف الحالات هني يعني يخليني تختلف إجراءاتي أيضا. لو ما حصلنا استجابة أو ما كانت الاستجابة في ضوء المستوى اللي إحنا نبغيه، ممكن أن إحنا نحول إلى جهات أخرى، على سبيل المثال الصحة المدرسية، صحة، وعندنا أيضا مستشفى الطب النفسي، عندنا أيضا اللي هو مركز حماية الطفل، وكلا له إجراءاته المختلفة وعلى حسب الحالة. طبعا على حسب الحالة. إحنا بدأت الاتصالات تينا، عندنا هذا الاتصال نستأذنكم. طبعا معانا هذا الاتصال من مشرفة اجتماعية في إحدى المدارس في البحرين، ونقول مساك الله بالخير. مسيكم الله بالخير. مرحبا يا أستاذة، سؤالي لك يعني في المدرسة اللي أنت فيها
هل تواجهون حالات يعني لأطفال أو يعني تلامذة في المدرسة يعني معرضين أو تعرضوا لحالات عنف أسري؟ نعم نعم كثير في حالات عنف أسري كثير، بس طبعا الكشف عنها مش بالسهولة. نعم. لأن الطفل ما يتكلم، بس أنت تكون في مؤشرات، أنت تأخذ مؤشرات أن الطفل قاعد يتصرف تصرفات أنت تشوفها مو طبيعية بالنسبة للطفل معين. من هذه المؤشرات اللي أنت تقدر تعرف شنو الطفل ممكن هو متعرض له، هل هو متعرض إلى إيذاء بدني، هل هو نفسي، هل هو جنسي. منها إحنا نقدر نكتشف مرة على مرة، خصوصا إذا تكرر عنده سوء سلوك معين. إذا كان متعرض حق بدني، من لحظة هذا الطفل قاعد يضرب بدون سبب. نعم. وهذه الحالات يعني شلون تتعاملون معها عادة؟ يعني ولأي مدى يصعب عليكم هو موضوع عدم إفصاح الطالب للمشكلة اللي فيه؟ هو في البداية طبعاً يكون وايد صعب. نعم. إحنا تتكرر عندنا الحالة أكثر وايد، عندنا أول شيء نسوي له استمارة دراسة حالة يومية، هذه شبه يومية للمشكلة اللي تطرح علينا. إن هذا الولد سوى مشكلة. إذا تكررت هذا السلوك عدة مرات نسوي له استمارة دراسة حالة خاصة. هذه دراسة الحالة الخاصة فيها اللي هي نستدعي ولي أمره، ناخذ منه تفاصيل الطالب نفسه، زملائه، معلمينه، المشرفين المشرفين على الطالب. من هني نقدر احنا نبتدي نكتشف. شلون استجابة أولياء الأمور؟ يعني شلون يستجيبوا معاكم في موضوع يخص ولده مثلا ولا بنته؟ طبعا الولي الامر ما يعترف انه هو في عنف اسري ابدا. ان كان بدني، ان كان نفسي او لفظي او حتى جنسي، ما يعترف. الا ممكن اذا كان احدى الوالدين على خلاف مع الطرف الاخر، ممكن يقول لك مثلا الابو يقول لك انا والله ما طقه، زوجتي هي اللي طقه، امه اللي طقه. ممكن العكس، الام تقول لك انا مو قادر على الابو كله هو يطقه يعنفهم الى اخره. حتى في عنف لفظي. إيه. الطالب خصوصا طفل يتلفظ انا الفاظ منافي الاداب العامه، معناته هو فعلا قاعد يتعرض لهذا العنف، عنف لفظي قاعد يتعرض للطالب، فبالتالي وين قاعد ينفس طاقته مع الطلبه الاخرين. نعم. فنحن نواجه مشكله، ولكن ممكن بعد ايضا الطالب اذا طريقه اذا حصل فعلا المشرفه او الارشاد الاجتماعي قاعد يتحنحن عليه وتعطيه من الحنف، وهذه ممكن تستدرج الطالب انه تقدر تعرف عنه. ممكن عنف بدني يبين، نقدر نكتشف هذه بسهولة أن فعلا في آثار ضرب على الجسم. اي نعم. استاذ عفوا سامحيني قاطعتك، بس انا ابي اسمع منك نصيحة توجهينها لأولياء الأمور بحكم تجربتك وبحكم احتكاكك مع الطلبة وفي هذا الموضوع تحديدا، شنو النصيحة اللي تقدمينها لأولياء الأمور؟ والله شوف، ما في بنت، ما في بيت انا اعتبر انه ما في عنف أسري، ولكن تتفاوت النسبة. اي نعم. القوة إلى ضعفها. فبالنسبة لي إحنا دائماً حتى إحنا الإرشاد والتوجيه للطلبة، أيضاً في هناك إرشاد وتوجيه لولي الأمر. أنا نصيحتي أقول لهم هذا الطفل، أنتوا بكرة تخلقون يا نساء يا رجال. إذا أنتوا استمريتوا بهالأشياء هذه، فمعناته أنتوا خلقتوا جيل جداً جداً محطم، وفعلاً بيأثر على الطرف الآخر، وفعلاً بتزعزع كيان المجتمع. أنا أنصحهم أي إنسان عنده مشكلة هو قاعد يواجهها، بالعكس انه هو مفروض انه يطلب دائما الدعم، والدعم متوفر، ان كان في دعم من الدولة عن طريق جمعيات، عن طريق محاضرات، ندوات، مؤتمرات، او حتى عن طريق المدرسة نفسها ممكن يلجأ لها، والمدرسة ما راح تقصر خطوة بخطوة في اتباع ان هي تسويها. الخطوة الاولية على طول تراسل إدارة التعليم اللي هي تابعة لها المدرسة، وبالتالي يحولونهم إلى الإدارة المختصة الخدمات الطلابية، إدارة الإرشاد النفسي. نعم. فمعناته هناك في أيضا دعم، حتى هو يقدر يحصل الدعم خطوة بخطوة، يقدر هو فعلا لو أنه هو حتى الأب والأم مو قادرين يسيطرون على نفسهم في العنف الأسري، ممكن من خلال تقديم دعم نفسي، من خلال برامج إرشادية. نعم. ممكن من خلال الإرشاد والتوجيه. فممكن كل شيء أن احنا فعلا نساعد أولياء أمورهم. نعم. في النهاية أشكرك طبعا، يعني متصورين أستاذ إيش كثر مداخلتك فادت الموضوع اللي هنتكلم فيه، شكرا جزيلا لك. دكتورة، يعني هذا الاتصال بيخلينا نوقف عند كلمة يعني ذكرتها الأخت المتصلة، وقالت إنه إذا نشأ هذا الجيل
وبهذه التراكمات وبهذه الترسبات في داخله، فإحنا راح نساهم في إنشاء جيل محطم. كلمة جيل محطم هذه يعني كلمة كبيرة، ووقعها راح يكون على المجتمع ككل، لأنه طبعاً كأن العنف راح يكون متوارث، وخاصة حتى من وإحنا يعني عرضنا الإحصائيات شفنا أن تقريباً أكثر من 40% من الطلاب حتى أكاديمياً نزل مستواهم. ففي ظل هذا الكلام ذي كله، شنو المبادرات اللي إحنا ممكن نسويها عشان يعني نقول نحن إلى حد ما نقدر نتغلب على هذه العنف الأسري؟ خل أكون شوية صريحة معاكم، يعني الوضع ترى مو درجة تخوف، خل أكون يعني واضحة لأني أنا أيدي في الميدان. العنف الموجود عندنا في البحرين عند أولياء الأمور ضد عيالهم عنف غير مقصود وغير موجه، وعادة يكون هو العنف اللفظي. إحنا الحالات حتى في المستشفى كانت حالات العنف الجسدي قليلة، قد تكون الآن في عندنا عنف جسدي من بعض الجاليات الموجودة، طبيعة تقاليدهم وعاداتهم في التربية. ولكن نفس الشعب البحريني لما تسوون دراسات إحنا عن درجة العنف الجسدي قليلة جدا، اللي إحنا نخاف منه وتأثيره أقوى وما يشفى هو العنف النفسي والعنف اللفظي. هذا العنف اللي هو عملية التواصل الفعال بين الوالدين يعني يكاد يكون هو البؤرة أو المشكلة الأساسية. لما نقول إحنا راح يكون عن يعني مجتمع يعاني أطفاله من التحطيم النفسي بسبب عدم احترام هذا الإنسان، التواصل ما يكون فعال، في صراخ في داخل البيت. يعني أحد الحالات مرة أحد الأمهات جاتني بنتي عمرها 6 سنوات، جاتني العيادة تشتكي وكانت تريد تجيب البنت، أن البنت عنيفة وعنيدة وعلى طول تصرخ في البيت. فقلت حق الأم نتين أنت خلي نتي بالبنت أنت بس تعالي. فقالت لي دكتورة أنا مش مريضة أنا ما فيني شيء. قلت لها بس أريد أسمع منك. جات الأم فسألتها شنو أنواع التواصل في البيت وهل أنت عصبية؟ قالت أنا جدا عصبية، أنا عندي شوية مشكلة في التواصل مع الزوج، الصراخ هو اللي يطغى علينا في البيت، ما في أسلوب تفاهم، ولما نطلب شيء من البنت دائما بالصراخ. تخيلوا مجرد خلال أسبوع صار سحر في البيت. تم تدريب الأم على التواصل الفعال، تعلمت إدارة الغضب الموجودة عندها، ما في إنسان ما يغضب، ولكن كيف أنا أدير الغضب؟ التعامل مع حالات الانفعالات الشديدة حق الأم والأبو خلال أسبوع بدون مجاملة. جاتني قالت لي دكتورة بنتي تغيرت، فعيالنا هم محصلت تواصلنا إحنا المش فعال مع العيال، ولذلك هم يتعلمون هذه المشكلة. فمتى ما تم تدريب الأولياء الأمور، المفتاح الأساسي في هالموضوع التواصل الفعال بين الوالدين واحترام كل من شخص للآخر. هذه حالة حق طفلة عمرها 6 سنوات دكتورة. نعم. صح. الحين احنا بناخذ اتصال حق أيضا أحد المشرفين الاجتماعيين بأحد المدارس الثانوية، نبي نشوف وياهم هل ما تم الكلام عنه في المراحل الابتدائية أو في المدارس الابتدائية هو نفسه قاعد يصير في المدارس الثانوية. مرحبا مساء الخير أستاذ العزيز. مساء الخير الشيخة. بس حبينا نعرف معاك يعني بخصوص الآن العنف الأسري، لما نتكلم عنه يمكن في اتصال سابق تكلمنا عن العنف الأسري في المدارس الابتدائية وشلون طبعا آثارها وكيف تظهر. فهل الموضوع بالنسبة إلى خلينا نقول الفئة الأكبر سنا وهم خلينا نقول في المرحلة الثانوية يختلف عن اللي سمعناه عن ما يحدث داخل المدارس الابتدائية؟ طبعا أولا أشكركم على استضافة الدكتورة وزبون وال أستاذة فاطمة. طبعا ما شاء الله قطعوا كثير من النقاط. أما بخصوص طلبة المرحلة الثانوية، طبعا وتصحيح بسيط بس معلش أنا إداري مرشد اجتماعي. الصور المختلفة اللي ذكرت وغيرها من الانعزال الاجتماعي داخل النوم أثناء الدوام، التنمر على الطلبة الآخرين وغيرها غيرها من السلوكيات أو التحفيز الدراسي والأكاديمي وانخفاضه، كل هذه الصور يلاحظها يفترض أن يلاحظها المعلم التربوي المتمرس صاحب الخبرة. وبالتالي مثل ما ذكرت الأستاذة فاطمة هناك في مراحل نمر فيها اللي هو ملاحظة المعلم، أخبار الإدارة أو المرشد الاجتماعي أو المشرف الإداري، ومن حلقة لحلقة حتى يتم علاج الطالب أو متابعة الطالب الأصح. ولكن إن كان هناك في خلل في بعض
الأمور أو في حالة تواصلنا مع الأسرة من خلال المرشد الاجتماعي. نعم. بعض العوائل تقبل التواصل معهم في هذا الخصوص، وبعض العوائل يتهربون، وبعض العوائل يرفضون، وإلى آخره من هذه الأمور التي قد تكون إحدى صعوبات التواصل أو حل إشكالية هذا الشاب أو هذا الطفل في هذا السن في المرحلة الثانوية. نعم، بس يعني هو الملاحظ والمعروف أن مثل ما ذكرت حتى الدكتورة في كلامها أن التعامل مع هذه الفئة خاصة في المرحلة الثانوية يمكن شوية يكون أكثر تعقيدا باعتبار أنهم يمرون في سن المراهقة وفي تغيرات حتى في طريقة تفكيرهم والتمرد حتى يمكن من المعمر اللي هم حاليا يمرون فيه أو المرحلة اللي يمرون فيها. فتعاملكم مع هذه الفئة أتوقع أكيد راح يختلف عن التعامل كما ذكرنا مع خلينا نقول طلبة المدارس الابتدائية. شلون تقدرون تتعاملون معهم؟ طبعا هنا اول ملاحظه اللي هي ملاحظه المعلم داخل الصف، ان كان من نواحي سلوكيه او اكاديميه، لان احنا توصل لنا ملفات الطلبه من المرحله الاعداديه. مثلا لاحظ ان الطالب هذه كان مثلا امتياز او جيد جدا في المتابعات، نشوف مستواه قاعد يتراجع واحد يعني رويدا كما يقال، فا أو إن مثلاً في بعض السلوكيات الغير مقبولة مثل النوم أثناء دوام المدرسة من الحصة الأولى إلى الحصة السابعة، يعني مو مسألة تعب أو لا ما شبه أرقاد، بس لا في شيء متحفظ كأن مسألة النوم وكأن أسلوب من أساليب الانسحاب أو الانعزال أو إلى آخره. فيتم تبليغ المعلم للإشراف الإداري أو للإدارة مباشرة، يتم إبلاغ المرشد الاجتماعي يقعد مع الطالب، يقعد ياخذ ملاحظات اكثر من مجموعه معلمين. قد يكون هذه الملاحظه غير صحيحه من المعلم، لكن لو اجمع مجموعه معلمين نعم هذه الملاحظه شفناها على الطالب الفلاني، يبدا العلاج، يبدا جلسات خاصه من المرشد الاجتماعي. نعم. مع هذا الطالب وحل محاوله اولى من حل الاشكاليه من خلال المدرسه. بعدين التواصل مع العائله، ان كان الوالد ابو هذا الطالب او امه. كذلك مثل ما ذكرت الاستاذه فاطمه، ان التواصل مع الجهه المختصه في وزاره التربيه لحل هذه الاشكاليه. طبعا نسبه العلاج قد تكون يعني قليله بالنسبه للحالات الموجوده، مثل ما بسبب تجاوب الأهل أو العائلة، ولكن يعني أتمنى يكون هناك في نوع من التشريعات في مجلسي الشورى والنواب للإيصال بهذه الحالات، خاصة إذا كانت حالات يعني مزعجة لنا، قلبك يعورك من ما نقول لما نشوف طفل أو ولد في هذا السن يخسر مستقبله وحياته بسبب تصرفات غير مدروسة من قبل أولياء الأمور، أو طبعا اللي هم غير مدركين لما سيحدث. شكرا لك طبعا على هذه المداخلة وعلى هذه الملاحظات. والدكتورة بنا، يمكن احنا بنرجع للكلام اللي ذكره الأخ المتصل، قال أنه للأسف الشديد أنه ما نشوف فيه تعاون من قبل أولياء الأمور وعدم تقبلهم لمثل هذه الأمور، خاصة لما تواجههم وتقولهم ترى أنتوا لكم دور في اللي قاعد يصير، سواء طبعا هذا الكلام يقال في المدارس أو من قبل طبعا زيارات اللي يسوونها لك في العيادة. شو نقول لهم حق العيادة؟ شوف القضية لأنها عملية مش مرتبطة في المدرسة، لأن هي العلاقات اللي داخل تصير الأسرة في عنف وفي انفصال وفي طلاقة، يكون عمليا كل واحد من الوالدين يقط المسؤولية على الطرف الثاني، ما في توافق. التنشئة والتربية هي مسؤولية الطرفين. اللي قاعد يقدم الآن من قبل أولياء الأمور هي الرعاية وليست التربية. التربية أكبر من الرعاية صراحة. أغلب أولياء الأمور يوفرون الأكل والشرب والمسكن وغيرها من الأشياء، ولكن هل عندهم الوقت الكافي يجلسون مع الأطفال ويكونون قدوة أمام الأطفال؟ يصير في تواصل فعال؟ هذا الشيء الأساسي. هل قطين المسؤولية على المدرسة دكتور؟ عفوا. نعم. قطين هالمسؤولية، مسؤولية التربية على المدرسة نفسها؟ هم قد يكون يعني هم يطلبون من المدرسة، ولكن العملية مستمرة. يعني الحلقة الأولى بتكون البيت. هنا. البيت إذا ما صار الأساس موجود، لو راح المدرسة هناك شو يسوون فيه؟ يعني بيرجع البيت في نفس الجو من المشاحنات. فالقضية مو قضية إنهم ما عندهم ثقة أو الطرف، القضية هي قضية علاج أسري كامل. تحتاج مثلها طبعا الآن مجلس الأعلى للمرأة مشكور قاعد يقدم هذا البرنامج اللي هو في بالنسبة حق حالات الطلاق والانفصال والخلافات الزوجية، يتعامل مع الأسرة كلها، يتعامل مع الزوج
في برنامج خاص حق الزوج، برنامج تدريبي حق الزوجة، وحتى حق الأبناء اللي يعانون من الاضطرابات نتيجة العنف الأسري. فهي القضية مش سهلة وما ألوم التربية، لأن القضية متشعبة. اللي أنا أحب أركز عليه هني، القضية مش قضية جهة واحدة، القضية الآن جميع المؤسسات الرسمية والأهلية مسؤولة عنها. رقم واحد، يجب النقطة الأولى لحماية مجتمعنا إحنا من ازدياد نسبة العنف، التوافق الزوجي ما قبل الزواج، اللي هي عملية دراسة أهداف الزواج وليش عملية الزواج، التوعية، وقبل هذا كله تدريب عيالنا على التواصل الفعال. إحنا اليوم حتى الأم لما بتدرس عيالها تصرخ على الولد، الولد في المطبخ وهي في الصالة، افتح الكتاب، سكر الكتاب، زين وين التواصل الفعال؟ في هدوء. دكتورة بالتأكيد هي مسؤولية الكل، حتى مسؤوليتنا إحنا في الإعلام أكيد، إن إحنا نوعي ونرد ونعيد الموضوع مرة ومرتين وثلاث. هلا منتقل للأستاذة فاطمة، وباخذ تعليقك بعد على الرسالة اللي وصلتنا دكتورة. وصلتنا رسالة يعني ما عرض حتى اسمه لإيميل البرنامج، يقول للأسف الشديد أن مدارسنا دائما تتجه نحو العقاب، يعني ما يركزون إذا الطالب كان شيطان وإذا كان يعني في حالة معينة، ما يتجهون نحو الإرشاد والتوجيه، إنما مباشرة يتجهون نحو العقاب سواء تعهد أو استدعاء أو أيا كان. فشنو تعليقك أستاذة؟ طبعا جميع المشكلات او المخالفات اللي تمر يعني او اللي يقوم بها طلبه المدارس تمر من خلال مراحل معينه. اولها راح يكون، اول خلينا نكون واقعيين بحسب حجم المخالفه ايضا، يعني اولها راح يكون مع المعلم في تدرج في الموضوع. الارشاد والتوجيه من قبل المعلم كحلقه اولى، وبعد عده مرات راح يحول الى المشرف الاداري في المدرسه، وبعد عدة مرات من الإرشاد والتوجيه وعدم اللي هو تحسن سلوك راح يحول إلى المرشد الاجتماعي في المدرسة. وأرجع هني أقول المرشد الاجتماعي دوره، إحنا دائما نؤكد في جميع زياراتنا ولقاءاتنا بالمرشدين الاجتماعيين على أن دورهم علاجي وقائي نمائي، دورهم لا يتعلق أبدا باللي هو العقاب أو تقديم أو اللي هو تنفيذ العقاب. حتى في تنفيذ العقاب نفسه توجد لائحة انضباط طلابي، لائحة الانضباط الطلابي فيها تدرجات عديدة، ما نوصل إلى التعهد لتعهد طالب أو تعهد ولي أمر أو أكثر من ذلك إلا بعد استنفاذ العديد من الإجراءات في البداية. غالبا ممكن اللي هو الإجراءات التي يعتبرها البعض أنها تكون شديدة إذا كانت تضر بالآخرين مباشرة، ولكن في الحالات اللي هي الاعتيادية أو اللي هي المقبول إحنا نعتبرها، الإجراء ما بيزيد عن إرشاد وتوجيه. أيضا بحسب تشعب الحالة ممكن مثل ما قال الأستاذ نسوي دراسات حالة، إذا احتاج الوضع وندخل الطالب ضمن برنامج علاجي أيضا ما صارت استجابة، أيضا مركز الإرشاد النفسي والأكاديمي في الوزارة يستقبل ليس فقط حالات العنف، اليوم الحالات يعني اللي يستقبلها متنوعة وكبيرة. نعم. فوق اللي هو خلنا نسمع رأي الدكتورة بشكل سريع في هذه الرسالة. في هذه الرسالة أنا أركز على نقطة معينة، يجب أن نركز على إيجابيات الطفل هذا أو اللي عنده مشكلة. إحنا دائما حتى في مع عيالنا نركز شنو ناقص عند الطفل ونحاول نضرب هذه النقطة. طيب شنو إيجابيات هذا الطفل؟ الطفل الآن في مرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يحتاج إلى من يستمع إليه. الاستماع مثل إحنا نقول المواجهة نص العلاج، هذا الشيء أساسي يستمع له. أنا ما ألوم المدرسات لأن نعرف اللود داخل الصف. بصراحة عندك 35 طالب مدرس واحد، هالطلبة هذين كلهم باحتياجات مختلفة، اللي عنده مشكلة أسرية واللي عنده مشكلة، فمن الصعب عليه. هل جميع طلابنا عندهم الثقة؟ لا تنسون هذه النقطة، في عندنا عدم وجود ثقة قد يكون بين الطلاب وبين الأخصائيين الاجتماعيين، بين الأهل وبين الطلاب وبين المدرسة. هذا النوع من الثقة المهزوزة تخلي كل طرف ما يقدر يقدم نوع من التدخل بشكل صحيح. فلما تيحق بعض الأمهات وعندها مشكلة مع طلاب مثلا تخانقوا طلاب في داخل المدرسة، وياتحق الهيئة التعليمية تقول لك أنا ما أقدر أروح، ليش؟ لأنه بيفضحون عيالي. هاي الفكرة اللي هي مخذتها مثلاً قد ما تكون صحيحة. فأنا قصدي كل ما كان هناك في ثقة بين الأطراف كلها، يعني أنت لما تروح حق أي مكان وتحصل مساعدة فعلية بتروح مرة ثانية أو لا؟ أكيد هذه النقطة الأساسية.
صدقوني عيالنا كلهم محتاجين إلى من يستمع إليهم. إذن يستمع لهم بإيجابياتهم. ثقافة لازم نرسخها بعد كذلك. ترسيخ الثقافة، ترسيخ ثقافة الاستماع إلى صاحب الشكوى. شنو اللي عندك؟ انت احنا تدري احنا عاده لما نستمع حق الاطفال وهذه ابجديات الاستماع، ليش ضربت فلان وليش طقت كذا، هذا حتى الامهات تستخدمه، ما تقول اقول ليش اللي صار. يعني حتى الاليات هذه نحتاج شوي نتعلم، يعني ندرب اولياء الامور عليها بشكل جيد. مع الاسف دكتوره، يعني احنا بعد حتى ممكن هذه الجزئيه بس نقولها قبل ما ناخذ الاتصال اللي معانا، الكل قاعد يقول ما عندي وقت، انشغالاتهم في صحيح. العمل، الظروف اللي قاعده تصير حوالينا كلها تمنعهم من انهم يقعدون مع اولادهم ويكون عندهم مبدا جوده الوقت وليس اللي هو الوقت حقيقي. نعم احنا بناخذ اتصال وبنسمع هذا التعليق. طبعا معانا ساره، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم يا هلا فيك، ممكن تعرضين سؤالك او مشكلتك بشكل سريع؟ عندك دقيقه تفضل. يعني مثلا يعني على البنت اللي تعنف من هي صغيره، تكبر تتزوج، زين يصير حواليها استنقاض بين نفسها وبين زوجها، يقولون انها بنت غير مؤهله. سبت شنو؟ سبت عاشت شيء من الماضي، يعني مثل ما يقولون مشاكل. نعم. مثل ما يقولون نفسيه ومشاكل، مثل ما يقولون صعوبات تعلم. هي البنت اوكي، مثل ما يقولون عندها عقل كامل قواتها العقليه، زين الحين البنيه تتزوج اوكي في هاللحظه، اهل الزوج يقولون عنها مجنونه. نعم خلصتي ساره؟ ايش يعني؟ ايه ايش يقولون عنها مجنونه بسبب العنف اللي حصلته من الماضي؟ تقصدين الناس او جهه معينه او من تحديدا؟ الجهات المختصه كلهم، يعني يتهمونك بهذا الاتهام، كل من حواليها بسبب الظروف اللي مرت فيها قاعدين يصفونها بهذه الصفه. لكن احنا طبعا شكرا ساره، مشكوره ساره، مشكوره، بنجاوبك ان شاء الله وبناخذ طبعا بناخذ جواب من الدكتوره. ولكن خلونا ناخذ هذه المكالمه ايضا. معنا الاخ عبد الرحمن. مرحبا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن يبارك الله يسلمك. هلا اخوي تفضل. مرحبا. انا والله طبعا موضوع الحلقه جدا مهم ويبي له وقت اكثر من هذه. تفضل اخوي سؤالك. نعم. من 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 موقع عملنا طبعا عندنا دي تخصص ويا الامور، بس انا سؤالي حق ضيوفنا الكرام، تفضل. هل المجتمع نفسه له دور في هذه المشكله اللي تصير في الاسره؟ لان احنا نبحث عن الحلول، فالحلول لازم ناخذها من جذورها. انا في اعتقادي ان المجتمع له دور كبير في استقرار الاسر اليوم في البحرين، زين. فما اعرف الدكتوره بن تشاطرني ذي الراي، وهل عندها رد حق هاي الموضوع؟ لان الضغوط اللي قاعده تصيد رب الاسره مثلا او ربه الاسره سواء في العمل ولا في الحياه، ايضا تخلي التوتر يزيد داخل الاسره ويخلي المشاكل تزيد داخل الاسره. ايضا اليوم نلاحظ ان متطلبات المدارس زين كثيره على رب الاسره، ترى خصوصا اذا عنده 4 أو 5 ياهال. فاكيد هذه الضغوط راح تزيد عليه، وراح بالفعل تصير فيه هناك خلافات اسريه بهاي السبب. فانا اعتقد المجتمع له دور كبير في هذا الموضوع. صحيح. وشكرا وسامحوني على الاطاله. شكرا شكرا اخوي عبد الرحمن. ايضا عندنا هذا الاتصال، نقول مساء الخير. مرحبا. مساء النور. معكم استاذ نبيل مدرس. استاذ نبيل مدرس. اي نعم تفضل اخوي. تفضل. الله يجزاك خير اخوي. بس بغيت ابين نقطه، ان الحين العنف بين طرفين، بعضهم يقول العنف يعني لازم، بعضهم يقول لا لازم ما في كلش عنف، فلا بد نكون وسط. وهاي النقطه الاولى، يعني ان الضرب المبرح اللي فيه جروح بدني ونفسي هذه اكيد غلط، لكن التاديب، واحد يؤدب ولده ومدرس يؤدب الطالب، هذه مطلوب. هذه مطلوب؟ انه يأدبه يعلمه الصح ويحذره من الغلط. شلون يأدبه استاذ نذبيل؟ عفوا يعني وضح لي شلون يأدبه؟ ان شاء الله. يضربه يعني؟ يطقه؟ ما يطقه. ها. واذا طبعا احنا يعني مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا علموا اولادكم الصلاه للسابع واضربوهم عليها بعشر. اذا بيضربه مثل يعني ابوه مو بالاستاذ. ابوي يطقه، اي بس مو الاستاذ يطقه.
طيب الوالد إيه؟ الوالد بيضرب ولده على أساس يعلم الخير، حتى الضرب من الأب يكون يعني بغير يعني تعذيب نفسي ولا يؤذي في جسمه حتى. يعني احنا بدال ما نعرف شنو هو السلوك ايه بعد بدال ما نعرف شنو هو السلوك يعني سبب السلوك العدواني وسبب شطانة الطالب ونرجع يعني ل طبعا حاضنته الاولى في عند اسرته وعند بيته ونعرف شنو المشاكل اللي يعاني منها، تبي نعالج الخطا بخطا بالطيق وبالتاديب؟ مو هاي اللي قاعد نقوله يعني. احنا يعني وفي شيء ثاني بعد، في حلول يعني تطرحون لنا حلول مثلا بدال ما يضربه يقدر يمنعه من شيء يحبه وممكن ايش انه يعني ينابه وممكن انه يعرض عنه ويكلمه يعني لمده كذي على اساس يحبه. وفي اخر شيء بس الشيخ انه اذا تركنا هاي النقطه ممكن الطالب او الولد ما يتعلم السلوك الصحيح، فلازم نعلمه بطريقه من غير ان نؤذيه. نعم شكرا أوكي. شكرا جزيلا لك استاذ نبيل، شكرا على هالمداخله. شكرا استاذ نبيل. وعندنا ايضا ام عبد الرحمن معانا، هلا وسهلا فيك ام عبد الرحمن. ام عبد الرحمن هلا اختي، تفضلي ام عبد الرحمن. والله اختي وانا عندي مشكله بالنسبه حق ولدي. تفضلي. عمره 9 سنوات. نعم. هو ذكي بس ما في تركيز نهائي. ليش ما عنده تركيز ام عبد الرحمن؟ ناتج عن ان ابوه ما يهتم فيه. ما يهتم فيه؟ لا كلش، يعني ما يهتم فيه. وأنا واحدة مريضة من عمر 4 سنوات، ما قدرت أرقى، ما قدرت أشيله ولا قدرت أهتم فيه، فأهتموا فيه كله خوالة، فهو لازم نحتاج حق أبو بعد. صحيح. فإذا أنت قاعدة تقولين أنه بالرغم من أنه مستواه التحصيلي، لأن لا مستوى التحصيلي يمكن في الصف الأول أحسن من الحين، أحد يشقق دفاترة، يكتب في الطوفة، هو ذكي بس ما أدري ليش ردة فعله كذي، يمكن تشوفني أنا ما أقدر أقوم، ما أقدر أحضنه. نعم. في نعم يمكن في محاوله للفت النظر على اساس انه يلفت نظركم. شكرا عبد الرحمن، واكيد دكتوره بنا ان شاء الله راح تجاوب على هذه التساؤلات. نبتدي من يعني عندنا طبعا مجموعه اتصالات دكتوره بتتوزع ما بينك وما بين الساده فاطمه. يعني السؤال الاول اللي وردنا من الاخت المتصله ساره، تقول ان المجتمع الان بسبب ظروفي اللي انا مريت فيها قاعد ينعتني بمثل ما قالت بالمينونه او ان هي مو صاحيه بسبب ظروف هي ما لها دخل فيه، فشنو ممكن نقولها كردة فعل المجتمع اليوم؟ يعني المشكلة الكبيرة أن لما أي إنسان يصيد أي مشكلة يبتدي المحيطين فيه يعرفون عنه. المفروض اليوم مو بالكل يعرف عن هذه المشكلة، الناس المختصين والأقارب هم اللي يعرفون حق المشكلة. وعندنا ما يسمى سابقا بالنعوت، يعني أي إنسان عنده مشكلة نفسية شو يسمونه؟ كانوا يسمونه مينون. البنات في المدارس اللي عندهم مشاكل خلينا نقول كثيرات الحركة والمشاغبات يطلق عليهم أسامي مش حلوة، يعني هذا حتى بعد زواجهم يؤثر عليهم، فهذا يلعب دور رئيسي قضية مجتمعية. فالمفروض يعني إذا كانت ما زالت تحس أن هذا التأثير يؤثر عليها في حياتها، في برامج علاجية أو أسميها أنا الآن برامج تدريبية تخليها تقلل من تأثير هذه الصدمات الموجودة عليها. صحيح. أبو عبد الرحمن كذلك أبو يعني عبد الرحمن سأل عن دور المجتمع. سأل عن دور المجتمع. شنو يكون كانت دور يعني مداخلة منه. يعني دور المجتمع معروف إحنا يعني الأسر هم الخلايا تكون المجتمع، فأي ضغوط نفسية اقتصادية اجتماعية سياسية دينية راح تأثر على الحالة. واليوم اللي أكثر يأثر علينا بصراحة بشكل أساسي دوامة الحياة قاعد تصير أسرع، يعني رذم الحياة وايد أسرع من قبل. صحيح. اللي قاعد يخلينا حتى لو تقعد مع العيال، وأنا قاعد ألاحظ كثير مع الأطفال في أعمار مختلفة بسبب أقل، البعض يقول ما مش وقت، الوقت ما موجود، الوقت ترى احنا ما احنا شلون نخلقه، احنا شلون نخلقه. نعم. فحتى الام وهذه تجارب سويناها مع بين ولية الامر والعيال، لما تريد تطلب شيء من ولدها اذا رفعتي صوتك صرختي على الولد. صح. الولد راح يعطيك اذن الصمخه وراح يصرخ عليك. نجرب ان نترفعين صوتك بس درجة اللي تخلي الطفل استفزاز، صدقيني راح ينخفض صوته. فهذه وايد ندرب أولياء الأمور على عملية التواصل فعال ونبذ العنف كسلوك أمام الوالدين. هذه فاطمة على أساس التربية والثقافة. الأستاذ نبيل ذكر وقال، بس أنا عشان أنا متذكر الاتصال وش قال بالضبط. يقول يعني إن إحنا لازم نعالج الأمر بالتأديب، وهالي فهمت إذا أنتوا فهمتوا شيء ثاني، بالتأديب وبالطق. حتى ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اضربوهم 10، ومر من يقصد الأمان، يقصد الأب
يضرب ولده او المدرس، انا ما ادري، بس هل هو هذه يعتبر حل لعلاج سلوك الاطفال؟ طبعا اساليب تعديل السلوك يعني متعدده جدا ومتنوعه بحسب يعني الفئه العمريه، بحسب السلوك نفسه، بحسب شده السلوك، تكرار السلوك. فابدا ابدا يعني ما ننصح ابدا باي نوع من انواع العنف سواء النفسي او الجسدي. في الاساليب المختلفه، اسلوب المكافاه، اسلوب حتى ممكن الحرمان، بس ان طبعا يعني هذه بغض النظر عن ان الضرب ممنوع منعا باتا في مدارس وزاره التربيه والتعليم، وليس اسلوبا حضاريا وليس اسلوبا تربويا ايضا. فالاساليب متنوعه. افضل اسلوب شنو؟ افضل اسلوب بحسب، ما في افضل اسلوب، ما في افضل اسلوب. كل حاله لها اسلوب معين، وكل تشعبات الحالات نفسها ممكن تستخدم معها اساليب مختلفه. يعني السؤال الاخير اللي وردنا من ام عبد الرحمن، صراحه يمكن هي كانت حاله انسانيه. انا راح اسالكم يعني دكتوره بنا واستاذه فاطمه، انا بحاول اخذ اجاباتكم بشكل سريع جدا على هذا السؤال. أم عبد الرحمن يمكن كانت تطرح حالة ممكن نعالجها من ناحية أكاديمية ومن ناحية نفسية. أكاديمية تقولك أن أنا مستوى الطفل دي بدأ ينزل بسبب مثل ما سمعنا الأب وعدم الاهتمام ووضع الأم الصحي، فشنو ممكن نقول حق أم عبد الرحمن؟ أم عبد الرحمن أنصحها أن تتوجه مباشرة حتى لو اتصال هاتفي إلى اختصاصيات أو اختصاص الإرشاد الاجتماعي في المدرسة. هو راح بتأهيله بموقع الوظيفي، هو راح يوجه الطالب بحسب الاتجاه السليم. قد يكون الطالب يعاني من صعوبات تعلم، يدلش يعني ذكي ولكن شوي تدنى مستوى بسبب الوضع اللي صار في البيت. الذكاء شيء والقدرة على التعلم شيء ثاني. قد يعاني فعلا من صعوبات تعلم، قد يعاني من حالة نفسية أو حالة اجتماعية معينة، هو بتأهيله يقدر انه هو يتعامل مع الحاله. لا شك ان النقاش يعني، بس انا بدي اعلق هنا على النقطه هذه. كثير من الامهات شوفي، هي قالت في الصف الاول كان متميز والان عمرها 9 سنوات. المشكله ان المرحله الاولى الاول والثاني والثالث ما يتطلب مثل الثالث والرابع، فاغلبياتهم يكون تمايز القدرات بعدين. اللي كانوا يعني المدرسين يحطون كله ممتاز او جيد جدا، بعدين يبتدي الطالب انه خلاص ايش معنى ولدي كان ممتاز وحين ضعيف، هو هذه قدراته، هذا رقم واحد. رقم اثنين، كثير من الاطفال عندهم تشتت وكثره الحركه، وهذا السبب ما له علاقه بالذكاء، هو جدا ذكي ولكن بسبب حركته خلينا نقول تحصيله منخفض. أضف إلى ذلك راح يكون عنيف بعد ما حصل الرعاية والحب من الأم بشكل جيد. هذا يخلي العنف أكثر ويخلي ما يستطيع يعني يتحصل بشكل جيد. دكتورة مثل ما قلنا احتمال بسام اللي هو وضع قاعد يسوي هذا الطفل هذه الحالة للفت النظر على أساس أنه هو عنده نقص من شكل مثل حنان أو طبعا حرمان الأب. النقاش مستفيض وإن شاء الله لنا محطات ثانية معاكم. في النهاية نشكركم الدكتورة بنا أبو زبون، أخصائية علم النفس الاجتماعي واختصاص الخدمة الاجتماعية كذلك في وزارة التربية والتعليم، الأستاذة فاطمة النشمي. شكرا على حضوركم وشكرا على المداخلات مشاهدينا الكرام، ونعتذر على المكالمات اللي ما قدرنا أن احنا ناخذها في برنامجنا، لكن نعدكم إن شاء الله أن دائما صوتكم يكون حاضر في هذا البرنامج. دائما أولياء الأمور يلقون باللوم على المدرسة والمدرس إذا تراجع تحصيل ولدهم الدراسي. الأم تقول ولدي شاطر لكن في الصف ما يفهم، والأمر يقول ولدي راجع دروسه وديته مدرس خصوصي ليلة الامتحان لكنه تدوده وما حل زين. ترى يا جماعة العملية مشتركة، والأسرة والبيت إذا مستقرين أكيد الأمر راح ينعكس على درجات عيالكم ومدى استيعابهم في الصف. لكن إذا الأسرة تعاني من مشاكل أمام مرأة الأطفال أكيد بيفقدون تركيزهم وراح ينعكس على درجاتهم. اللي نبي نقوله أن احنا ما نحمل وزارة التربية والتعليم كل المسؤولية، لأنها مسؤولية مشتركة، ولازم الأسرة تعرف أن العنف الأسري أو المشكلات الأسرية راح تنعكس على عيالهم وعلى سلوكهم. ولا تقول ما عندي وقت حق عيالي، لا تجيب عيالي إذا أنت مو قد العيال. فاصل ونرجع. تتابعون بعد الفاصل. بحرينية تتحدى الرجال بالعمل في ورشة للسيارات.
حياكم الله. طبعا احنا نشوف الان يعني في البحرين المرأة يعني بدت يعني تتبوأ كل المناصب ودخلت سوق العمل جنبا الى جنب الرجل في كل ميادين الأمانة، لكن في وظائف يعني حكر على الرجال، وظائف قاسية للأمانة رقية. يعني انت ما قد صار خاطرك مثلا تشتغلين في جراج سيارات؟ جراج سيارات صدقي ترى سؤال صدق يعني، بس انت تشوف انت شو قاعد تضحك يعني شكلي مال واحدة تشتغل في جراج يعني اويل وسمكره واشيل ماكينه وانزل ماكينه وتايرات يعني حتى في اسامي انا حتى ما اعرفها في السياره فما ادري ولا محل شو اسمه كمبر يسار ولا شيء ممكن تحكي يعني عربي مع بعض بس ولا انا ولا على الاقل رايبون لا رايبون رايبون داخل السياره ما اعرف طبعا انا اعتقد في رايي ان بالشكل لان عادي مثل ما نشوف في دول اوروبيه او في حتى سباق السيارات احنا عندنا في اثناء الاف 1 نشوف بنات ما شاء الله يبدلون تواير ويشيلون ويعدلون في السيارات، لكن تظل بنيه بشكلها وبنعومتها. ولكن يعني سؤالي بعد شو اللي يمنع رقيه انها تشتغل؟ ما في شيء يمنع بسام، بس بصراحه يمكن احنا ثقافتنا بالنسبه لنا هذا الموضوع شويه شيء غير متعارف عليه ان بنيه تشتغل في جراج، مع انه اكيد ما بيكون شيء مستحيل، بس يمكن مثل ما قلت لك احنا كثقافه مجتمعيه ما تعلمنا. انا معاك 100% بالنسبه للكثير من الناس شيء غريب لو مثلا اتصلت في جراج او ورشه يعني سيارات وسمعت صوت بنت ترد عليك بتحس إن في شيء غلط، يعني يمكن حتى تقول لهم يا جماعة الرقم غلط وتصك التلفون أو عشان شيء يمكن وظيفة استقبال تكون ممكن يعني هذه بنكتشفها مع الوقت إنزين بس الأغلب يعني ما يتقبل فكرة إن المرأة إذا اشتغلت في مكان حكر خاص يعني على الرجال مثل ما هو متعارف عليه. لكن في مملكتنا الغالية في بحريننا طبعا تعودنا في البحرين نشوف العجب في ديرتنا. هذه القاعدة كسرتها الأمانة الشابة البحرينية حنين نوروز، وحنين طبعا موجودة ويانا في الاستوديو نرحب فيك. حنين تشتغل في جراج العائلة، واللي لفت انتباهنا كلنا من عقب يعني طرح موضوعها في احد الصحف المحلية، وطبعا نرحب فيك مرة ثانية حنين، يعطيك الصحة والعافية. يعني حنين اللي تشوف وجه يعني تشوف بنية كذي حبوبة رقيقة حليوة، فما يتوقع انها تشتغل في الجراج، لكن خلينا احنا نطلع نشوف هذه التقرير وبعدين نرجع ونكمل نشوف هالبنوتة الحلوة شلون صارت تشتغل في الجراج. يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، لكن احنا نقول وراء المرأة رجل يدعمها ويوقف معاها يؤمن بقدراتها وجهودها، مثل الشابة البحرينية اللي كسرت قاعدة وايد مهمة في مجتمعنا بدعم من والدها ووقفته معاها. حنين نوروز شابة في مقتبل العمر تعمل مساعد مدير في جراج وورشة الرحال، يمكن واجهت العديد من الانتقادات وعلامات الاستفهام، لكن قدرت بجهودها وقوة عزيمتها انها تدخل في المجال الميكانيكي، المجال اللي يصعب على النساء بحكم خلفيتهم البسيطة عن عالم الميكانيكا وقطع الغيار، لأنها تقتصر بالرجال اللي يفقهون في هالأمور. قدرت حنين تنمي موهبتها في عالم الميكانيكا، وقدرت تميز بين قطع غيار السيارات، وقدرت بعد تشخص حالات السيارات وشنو يحتاج لها. كلنا نفتخر بوجود هالطاقة الشبابية اللي ما يوقف أمام عزمها شيء، واللي بجدها وبجهودها بتوصل لهدفها السامي. يعني بصراحة رقية صراحة كسرت القاعدة تماما، يعني لازم أبتدي أغير رأيي وأشتغل في جراج، فكرة الموضوع لأن الموضوع مربح صراحة. صحيح، يعني شيء حلو بصراحة أن نشوف بنت شابة في عمر الزهور تشتغل شغلة يمكن ثقيل عليها، ولكن هالشيء دليل إيمان من حولها في قدراتها ودعمهم ومساردتهم لها. وإحنا في البحرين احتفلنا بوايد شخصيات ورموز يعتبرون فخر للمملكة بإنجازاتهم وجهودهم المبذولة بدعم وتحفيز من قيادتنا الحكيمة اللي طالما وقفت وانصرت قضايا المرأة. بنعرف أكثر من خلال ضيفتنا اليوم اللي معنا في الاستوديو عن تجربتك في هذا المجال. يعني أنا كوني امرأة بسألك هذا السؤال، تجربتك في الجراج من وين جاتك الفكرة أساساً أنت تشتغلين في الجراج، وحصلتي مضايقات في البداية أو لا؟ هي الفكرة أول شيء ما كانت موجودة تماماً، يعني أول شيء كان عطلة الربيع فكرت أن أنا أروح أشتغل،
يعني ما أقعد بس كذي. فكرت إن أشتغل هم إن أساعد الوالد، هم إن تكون عنده خبرة يعني في شيء. وأنا أول شيء ما كنت مقررة إني أدش عالم الميكانيك، يعني كنت مقررة إني أدش الجراج كأعمال مكتبية، كمثلاً حسابات، أعد الأويلز وهاي الأشياء. فكلش ما توقعت في يوم إني أطلع برا على المكتب، فكانت حدودي أول شيء المكتب. فمع الأيام شفت روحي إني طلعت برا، لأن مرت فترة إن أبوي كان بيسافر، فأسبوع الجراج ما في أحد إلا أنا. فقال لي إذا تقدرين بخليك أنا لأول مرة بروحك وواجهي هاي الشيء، وأنا بروح وبرجع بشوف أنت شلون. بدأ شيء من الوالد. من الوالد، وهو already كان من قبل الدعم منه تماماً، يعني دائماً كان يدعمني، دائماً كان يقول لي سوي تقدرين، ما في شيء عيب، صدق إنك بتشوفين أوادم ينتقدونك، بتشوفين أشياء بس أنت قدها، دائماً كان يشجعني. فقلت له أوكي. ومرت الأيام، وأول شيء كنت في المكتب. فعقب ما سافر شفت روحي في مكان أنا ما كنت أتوقعه أصلاً، يعني ما توقعت أني في يوم أعرف حق السبير بارت، أعرف حق السيارة، ما أصلاً أنا نفسك ما كنت أعرف ولا شيء. شكراً حليم ليش خذيتيني أنا مثال. إيه، فمع الأيام أن فترة اللي أبوي راح العمال كانوا يبون سبير بارت، فمن بيجيب لهم غيري؟ لأنه هم بعد ما عندهم ليسن ولا يدلون البحرين كلها يعني. فكان يقول لي العامل إنه روحي يبي هاي السبير بارت مثلاً، كان يعطيني المعلومات مال السبير بارت والسيارة وكل شيء المعلومات، وقال لي روحي. إنزين الحين أنا أول مرة، وين بروح؟ شنو بسوي؟ ما أعرف. طبعاً جوجل ماب أول شيء، إنه اسم السيارة، الوكالة وين بتكون. واجهت هاي الشيء، رحت خذيت السيارة ورحت وإحنا قاعدين نشوفك وأنتي بين السيارات يا حنين الحين مع مشاهدينا نستعرض، وأنتي تيودين قطع الغيار وذل. ما أعرف القطع هاي شنو، أنا ما أعرف هاي القطع، أنا بعد ما كنت أعرف شنو ذلين، بس إن أشوفهم وأطلع وأشوف شنو يسوون شنو ما يسوون. المضايقات حنين، حصلتي في البداية مضايقات؟ حسيتي ناس قاعدين ينتقدونك كونك بنية وتشتغلين في ذي المجال؟ أي وايد، يعني أول شيء كانوا يقولون لي ليش تشتغلين في الجراج، يعني إيش حادك تشتغلين، يعني كونك بنية فما يصير تكونين في مكان كله ريايل. يعني هاي الشيء كان صج بيأثر فيني شوي، كنت أروح أقول حق أبوي، أقول له ترى في ناس يقولون لي كذي كذي، يقول لي ما عليك منهم، أنت خليك في شغلك، خليك في اللي أنت فيه عادي، يعني هاي الشيء مو بعيب، أهم شيء أنت تكونين محترمة، أهم شيء أنت تكونين تعرفين حدودك، ما عليك من اللي حوالينك. إحنا ما تك يعني طبعًا هو يعني بالعكس اللي قاعد تسوينه هو محل فخر واعتزاز يعني للأمانة. أنت مثل ما قلنا كسرت القاعدة. أنا بالنسبة لي أنا أول مرة صراحة أشوف يعني بنية في البحرين عندنا تشتغل في جراج، بالعكس خصوصاً إذا كان الجراج يعني مملوك للوالد، وأنت الحين بعد مساعد مدير ورشة الرحال، يعني هذا المسمى اللي عندك حالياً في الجراج. زين أنت حالياً تدرسين صح؟ إيه. وشلون يعني توافقين بين دراستك وشنو يعني تدرسين بالضبط الحين؟ أنا أدرس محاسبة في جامعة البحرين. إيه نعم. آخر سنة لي إن شاء الله وأتخرج. توفيق إن شاء الله. شلون أوازن بينهم؟ إن أنا الصبح أكون في الجامعة، من أخلص الجامعة يعني في فترة المساء أكون في الجراج وأكون ويا الوالد يعني. فإذا مثلاً امتحانات ساعات شيء، ساعات أدرس في الجراج، ساعات أقول له يعني هاي الامتحان وايد مهم خلني ماي اليوم، وهو بعد وايد صارم ساعات ما يرضى. بس هذه الصرامة حنين أكيد صنعت منك شخصية قوية، خلتك توقفين في مجال يمكن الكثير يعني يستبعد إنه يكون في بنت تشتغل في هذه المجال. أنا بيش تنصحين كل المشاهدين الآن اللي يشوفونك وكل البنات اللي في عمرك وعندهم يمكن بعض خلينا نقول التوجهات حق بعض المهن اللي ما يتصورون في يوم ممكن بنت تشتغل في ذي المجال، شنو تقولين حق البنات اللي حابين يخوضون نفس تجربتك؟ هاي التجربة أول شيء ممكن تكون صعبة لهم أول شيء، لأن يمكن ما يعرفون شيء، يمكن تجيهم مثل الصعوبات يعني في طريقهم، بس إن ما في ولا شيء مستحيل، اللي يبونه يقدرون يوصلون له، حتى بالانتقادات، حتى بأي شيء سلبي يشوفونه
يقدرون يوصلون حق اللي يبونه وما في شيء عيب. أهم شيء أنت تكون محترم، أهم شيء أنت تكون تعرف حدودك، هاي أهم شيء. بديت تحطين رؤية للمكان اللي أنت فيه؟ نعم. بديت تحطين رؤية مثلاً مستقبلية للمكان اللي أنت فيه، توسع مثلاً أو؟ إيه، من الحين وايد أفكر إني أمتلك ورشة إيه؟ خاصة فيني يعني في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. حلو يعني بسام حنين، الكلام اللي قلتي لنا وهذه يمكن الرسالة اللي وجهتيها لجميع المشاهدين اللي تشوفونك سواء كانوا بنات أو كانوا شباب، ترى كلام جميل قلتي، يمكن تقلتي بشكل عفوي بس هو فعلا رسالة حلوة توصل حق الشباب. وإحنا نبي نقول أن كلنا نفتخر بحنين وبأمثال حنين اللي ما يوقف ويهم طموحهم أو ما يوقف ويه طموحهم أي عائق، بل عشان هذا الطموح تشوفهم دائما يستمرون ويمضون لتطوير نفسهم. مثل ما أنتوا استغربتوا إحنا بعد استغربنا وجود هالبنت الطموحة في المجال اللي كلنا عرفنا بأنه يقتصر فقط على الرجال، وهالشيء بالعكس يشرفنا ويخلينا نتأمل خير بالمستقبل بوجود مثل هالشباب الطموح. نتمنى للجميع التوفيق والخير، وأكيد طبعا نشكرك أنت يا حنين ونتمنى لك كل التوفيق سواء في الورشة إن شاء الله أنت راح تفتحينها وتملكينها أو حاليا في مجال عملك. يعطيك العافية. أكيد بودي أنا أول واحدة بسيارتي. أيوة أيوة. أيوة أنا بخربها. شكرا حبيبتي، يعطيك العافية. مشاهدينا نشوفكم إن شاء الله باكر في حلقة جديدة ومواضيع جديدة، وتصبحون على خير.